أستاذة هناء، السلام عليكم. نحب نقدم سعادة الأخت سلوى المؤيد، نائبة رئيس جمعية سيدات الأعمال من مملكة البحرين. نتمنى يكون وجودها معنا، لأن حبت أن اليوم تلقي كلمتها عوضاً عن غد، فنتمنى فيها. تفضل أستاذة سلوى. أعزائي الحضور، مساء الخير. مسيرة سيدات الأعمال في البحرين أنا بتكلم عنها اليوم. تعد البحرين من بين أول 10 دول في العالم كأفضل بيئة للأعمال الناشئة للسيدات، وذلك حسب تقرير النظام البيئي لبدء التشغيل العالمي لعام 19 الصادر عن مركز ستار تاب جينوم بالشراكة مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال. صوتي واضح؟ صوت واضح؟ إيه نعم، تفضلي. يلا. حيث ذكر التقرير بأن 18% من الأعمال الناشئة تتولاها السيدات في البحرين، لتتفوق بذلك على أفضل البيئات للأعمال الناشئة السابقة اللي هي الدول المعروفة قبل، ومنها مدينة لندن حيث تشارك المرأة ب 15% ووادي السيليكون 16%. وفي إطار تناول تقييم المساواة بين الجنسين في المسيرة الاقتصادية سنة 19، ذكر التقرير بأن 43% من إجمالي السجلات التجارية المسجلة في البحرين كانت لسيدات الأعمال، إضافة إلى أن المرأة تشكل 29% من الاستثمارات في سوق البحرين للأوراق المالية. وبناء على إيمان الدولة القوي بدور المرأة كلاعب أساسي فعال في تشكيل المستقبل الاقتصادي البحريني، تم تأسيس المجلس الأعلى للمرأة في عام 2001 برئاسة السيدة الأولى في البحرين الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، التي تولي اهتمام كبير برفع مستوى المرأة البحرينية في جميع المجالات، حيث عملت من خلال هذا المجلس على تطبيق خطة وطنية هدفها تطوير وضع المرأة البحرينية في جميع المجالات من خلال استراتيجية متكاملة بهدف تنظيم برامج تدريبية للعديد من المشروعات التي تهدف إلى تزويد المرأة بالمهارات والتقنيات التي تحتاجها من أجل تأسيس وتشغيل المشاريع الخاصة بها في مختلف المهن الملائمة للمرأة البحرينية، ومن ثم المساهمة في تقليص نسبة البطالة وسط النساء وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني، منها إنشاء مركز تنمية قدرات المرأة تحت اسم ريادات الذي تم تصميمه بهدف توفير فرصة عمل ملائمة للسيدات الراغبات في تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بهن. ويعتبر هذا المركز حاضنة اقتصادية شاملة تقدم العديد من الخدمات الإدارية والتدريبية والاستشارية لرائدات الأعمال. ويعد هذا المشروع جهة مشترك ما بين المجلس الأعلى للمرأة ومركز البحرين لتطوير الأعمال الناشئة وبنك التنمية البحريني، ويهدف إلى تنمية وتطوير المشاريع الاقتصادية للمرأة وتعزيز المشاريع القائمة في مجال إدارة الأعمال لتوفير أنظمة دعم تساعد المرأة في الحصول على التدريب والإرشاد والوصول إلى الإمكانات المالية والاقتصادية المتعلقة بأعماله. وتشير الإحصاءات خلال 10 سنوات الماضية بأن المرأة البحرينية أصبحت أكثر تفاعلاً مع شبكة الأعمال الدولية والمحلية بسبب الفرص الكثيرة التي يتيحها نظام بيئة الأعمال ونجاح القيادة الرشيدة في مملكة البحرين في الاستفادة من الموارد البشرية الغنية التي يوفرها عدد كبير من النساء المتعلمات والمبتكرات من أجل بناء بحرين حديثة في القرن 21. ومن جانبها استطاعت المرأة البحرينية الاستفادة من المميزات والدعم الذي توفره بيئة الأعمال لاختراق مجالات جديدة للأعمال. فعلى سبيل المثال، تعتبر البحرين من بين أفضل 10 دول في أوروبا والشرق الأوسط في مجال بيئة الأعمال الناشئة وفي مجال التقنية المالية، حيث تتبوأ المرأة البحرينية الريادة في هذا المجال حسب ما ذكره مركز لاتس إيتي التي يعد واحد من أكبر مراكز التقنية المالية في العالم، ولديه خطة أعمال
تهدف إلى تحفيز سيدات الأعمال الشابات في مجال تقنية المال من خلال تنظيم الورش والتدريب. كما يكرس المجلس الأعلى للمرأة أيضاً جهده من أجل تقديم جميع الخدمات المطلوبة لبرامج تمكين المرأة اقتصادياً مثل القروض وخدمات التمويل الميسرة، ومن خلال أيضاً توفير حاضنات اقتصادية متكاملة تقدم مختلف الخدمات الإدارية والاستشارية والتدريبية والتقنية التي تفتقر إليها المرأة من أجل خوض مجال ريادة الأعمال بكفاءة وبجدارة. وفي عام 2011 طرح المجلس الأعلى للمرأة مبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية من أجل تشجيع وتحفيز الشابات البحرينيات في مجال ريادة الأعمال. وفي عام 2016 طرح المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع تمكين وبنك التنمية البحريني برنامج تمويل مشروع ريادات الذي اشتهر في البحرين كمحفظة تمويل النشاطات التجارية للمرأة، وهو من المشاريع الرائدة والمبتكرة التي تهدف إلى دعم المرأة الأعمال التجارية للمرأة. ومنذ تدشين مركز ريادات استطاع هذا المشروع تمويل ودعم 46 مشروع تجاري لسيدات الأعمال بمبلغ إجمالي قدره 1,000,000 دينار بحريني. أرجو أني قد استطعت إعطاء فكرة واضحة عن مسيرة المرأة البحرينية الاقتصادية في البحرين، وشكرا. شكرا أستاذة سلوى.